يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبليغه فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحزاب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب هذا النبي في تقل المصطفى فليخزأ النفس ياتيك أم المؤمنين فضلها يروى لنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنسى من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب أفلت جماجمكم من الأدباب تمشون في درب الضلال معتب قد أفيت عثراته بضباب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا هم ناصر المختار في تبليغه فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم